السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟ اتفضلي. الجمع بين آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله اسم الله عليه وإنه لفسق. الحمد والسؤال لله. الآخر، اتفضلي. حكم أو هل المسلم إذا عذب في القبر على ذنوبه سواء كانت كبيرة أو صغار يعذب عليها مرة أخرى في النار؟ جزاكم الله على الإسلام خير. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما السائلة عن الجمع بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمعني به اللحم، وبين قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فأقول توصيف الله للأكل مما لم يذكر اسم الله عليه بأنه فسق لا يمكن أن ينسخ، فهنا أدفع دعوى النسخ. ولذلك فالأكثرون من أهل العلم على أننا إذا تأكدنا أن اليهودي قال باسم العزير أو النصراني قال باسم المسيح لا نأكل من هذا اللحم، لقوله تعالى ولا تذكروا مما لم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أما إذا لم نعلم هل ذكر النصراني اسم الله أو اسم المسيح، لم نعلم نسمي الله ونأكل. أما من عذب في القبر هل يخفف عنه من عذاب الآخرة؟ نرجو الله ألا يجمع عليه عذابين، والله أعلم.